هلو فريند، ما نرجعش نبداو في الاستوار. كنشوف فيها تلقاها تتشوف فيها وتضحك. بنت الناس كانت غادية تصيفطني للحبس، زعما دار ما يتقبلوها، يتقبلو مني نتزوج بقاولية. اصلا هي ما كتبانش كبيرة بزاف، انا ما عارفش عمرها، ولكن تعطيها هذيك 28 كاع وعاد زهورية ونجينات كيلعبو دور. كملنا النهار، رجعنا للدار، قالت لي نخرجو ناكلو على برا. خرجنا كلينا، مشينا لواحد البار، ما شربتش وما قدرتش نحبسها، اصلا هي عندها عهد وفرحانه، ولكن غير نتزوجو غادي نقطع على امها الماء والضو. خوكم ما كيعرفش يشطح غير شي ينقص. في الليل رجعنا لدارها، مع سكرانه بدات كتبكي تقول لي هرب بعد مني، ما بغيتش تموت. هزيت هاد الفراش تنعس، شنو كنت جاي نديرو فاش وليت صاحبي؟ ما تمشي غير فين ما مشاك الله، انا وليت مزوج بمولات شي. طلعت نعس حداها، ما فيقتهاش في الليل، اصلا شابه ما عقل على والو. غديت تفيقني باش نمشيو، قلت ليها بالله غادي نمشي نسول على ورقيه باش غدا نتزوجو. بس نيم خرجت لقيت ناس، عطيتها غير الناس، رجعت الصرف ديال الفياق بكري اللي داز عليا. وقفت مشيت عند ولاد العبد ديالنا تما السفاره، صافي نقدر نتزوج بها، غير خاص نجيب ليهم شي وراق. المهم بقيت حتى فهموني كلشي، عاد خرجت من عندهم. صافي غدا غادي نتزوج، ما متيقش بالله بصح بعد هادشي كامل. الهربة صاحبي ما تمشي غير فين ما مشات الله، هاد الزواج كان غيكون هو الخر ليا. مشيت للخدمة قلت ليها صافي نقدروا نتزوجوا غدا، فرحات. قلت لي فين نديرو حفلة؟ قلت ليها الا جات عليا انا بلاش، كنتي باغا نديروها؟ قلت لي لا لا، انا ديجا دايراها ثلاثه المرات، ولكن انت لا، خصنا نديرو شي حاجه. لا بدا صافي غنديروه هنا غدا في الليل، ما كايناش الخدمه تتوري فيا، غادي نحيدو هادي ونديرو هادي وهادي. وبنادم ما حاملنيش، ما عرفتش واش ما حاملينيش ولا خايفين عليا. اختنا فرحانه، تنشوفها فرحانه تنحس براسي حتى انا فرحان. في الاول بصراحه كنت باغي غير نبعد على هذيك الخدمه اللي كتوريني وتقرب منها، ولكن دابا حاجه اخرى، الوالده غادي تصدم فاش غتشوف القاوريه، حس براسي غادي نعقد الدراري ديال الدرب. خرجت انا وهي بكري، مشينا جبنا دوك الوراق. الغدا تتقول لي شنو بان ليك نزل لبلادك من مور ما نتزوجو؟ قلت لها انت عارفه قصتي، ما نقدرش ننزل الا ما درت شي حاجه في يدي. قالت لي تضحك عليا، فلوسي هو ما فلوسك، بغيت نكتب لك شي حاجه في سميتك غير دوي ما تحتمش. قلت لها لا لا، دابا الا سولني الوالد شنو درتي ومنين جبتي الفلوس شنو نقول ليه؟ راه ديال مراتي ما جات، الوالد غادي يعقدني في حياتي. المهم قادينا وريقاتنا مشينا للدار، دوزنا العشيه تما حتى فطرت، تفرجنا في زوج افلام عاد نعسنا بحال ديما. فقت مشيت للدوش تسحرت ورجعت نعس. الغد لي تتفيقني قالت لي محمد، ديك محمد تتخرج من فمها بحال العسل. فقت قلت ليها اليوم، قلت لي اليوم نوض نمشيو باش ما نتعطلوش. واخا خرجنا لعند شي محامي تتعرفو هي، بقينا جالسين عنده شويه، عاد مشى معانا قادينا وريقاتنا. صافي مع الجوج قد قد ولات مراتي، تنتسنى الموت صاحبي. رجعنا للمحل ديالها لقيناهم تيقادو فيه، عاد مشينا لدارنا في الليل، غادي نديرو حفلة تما. دخلنا للدار قالت لي شنو غتلبس؟ ناري فكرت راسي نسيت، قلت ليها اصلا عادي نلبس اي حاجه. قالت لي لا لا، عرفتي شنو المرحوم راجلي تاني حوايجو قدك، يمكن كان عنده كومبلي لبسو مره وحده، مازال جديد لبسو في عرسنا. وفال زين هذا، ما قدرتش نقول ليها لا، خديته لبستو جاني مزيان. تنتسنى فيها اختنا ديجا عندها لبسه، اصلا السيده خبره في هادشي، راه انا هو الرابع. المهم خرجت من واحد البيت، وديك الساعه كنتصدم كنشوف حور العين قدامي في الدنيا، خدنا شي حاجه بزاف. انا اللي ما بغيتش تفهم ليا واش وجه التقشيره اللي هو انا زعط فيه وحده بحال هاد، كنحلم واقيلا واقيلا غادي يفيقني شي واحد في الدراري اللي كنساكن معاهم. قلت لي كيفاش جيت؟ بنت الناس اول مره نتزوج، اول مره نشوف شي وحده لابسه هكذا في المباشر، ما عمرني شفت شي حاجه بهذا الجمال. شويه ديال العنب اصلا راه مزيان القلب. قلت لي ما تزيدش فيه، عرفتي كيفاش كنت قبل واحد 10 سنين؟ مازال دابا راه كبرنا. لا لا دابا عاد زياني تاع العفريته، نقول لك كيفاش ترجمت ليها العفريته، شموت غير بالضحك، بقات كضحك. انا داويين
أقوى نهار ندوزو في حياتي من بعد الأيام اللي كنت فيهم مع عائلتي، وهي تجمع الضحكة مع عاود تشجات لفمي. قالت لي محمد إلا وقعت لك شي حاجة هاد المرة ما غاديش نقدر نعيش، غادي نتبعك تنشوف فيها. سمعيني، إلا وقعت لي شي حاجة راه غير حيت وصلت لوقيتها باش نموت، ماشي بسببك، هادشي غير خرافات. بقينا جالسين حتى وصلت ديك السبعة ديال العشية، وجات خالتها وراجلها. دخلات عندها، بقيت مع راجل خالتها، السيد ضريف لأقصى دراجة غير تيضحك، واخا ما فهمتش النص ديال هدرتو. خرجنا ركبنا وغادي مع راجلها، كنقصد راجل خالتها. شدالي في يدي الرومانسية، ولاد الناس انا راني مازال ما فاطرش. وصلنا تيبان ليا المطعم ديالها عامر بنادم والتيتيز. نزلنا دخلنا للمطعم، المهم الليلة باينة غدوز بزاف. قلت لي بلا لا بدا نوقفو قدام داك القس ديالو باش يسولنا، واخا تزوجنا في الوراق رأيتها غتكون. قلت ليها واخا، ولكن قولي ليه بلا راني مسلم. قلت لي راه في خبارو. دخلنا ما هز راسي، كتبان ليا هنا مع بنادم تتشوف فيا ديك الشوفه ديال درتيها واللعبه. اصلا نحمد الله باش دارت معايا دوك المساوس، جاب لي الله محسن منها بألف مره. وقفنا قدام داك خونا، قال لي محمد، وخرجها غير بزاف. قال لي واش تقبل بفلانه زوجها لي وتبقى معاها في الخايبه وزوينه سنترجم ليكم زعما. قلت لي اه ولد الناس. سولها نفس السؤال، شافت فيا وقالت ديك اه ما عمرها تنسالي كيفاش قالتها. قال ديك الجملة المشهورة وفي الاخر ديالها يلا تباوزو. المهم غير خرج خونا نوضو اشراب واش طيحهم طايفات بالحلوة لعب ديال اليهود فشكال. المهم دوزنا ديك الليلة ولا في الاحلام، بقاو خاصيني غير الوالد والوالدة وشي قعدة. اصلا نرجعو للبلاد وندير على موها شي عرس اخر، نبرد غدايا ديال الشطيح. جايبين واحد البراهج فرقة موسيقية تيغنيو، صوتهم زوين وهي تمشي لورا. قلت لي عندي لك واحد المفاجأة، وهي تعيط على واحد السيدة أمي ما حتى هي وباينة مغربية، تنقول ما نعرف فين شايفها وهي تدوي وانا نتفكر. عرفتها هادي الغالية بن علي، هي واللي مغنية الديسك اللي طرطاه لورا ديما. السيدة دوات بالدارجة في الأول، قالت لي مبروك وتهلا فيها يا راه صاحبتي واش نعرفها من شحال هادي. قلت لها كاع ما محتاج توصيني عليها. وبقات طرقاها شوية بالفرنسي وعاد بدات كتغني. ختنا صوتها شي حاجة بزاف اللي ما عمرها تنسى ليا. خرجنا انا وياها ركبنا في طنوبيلتها بوحدنا، وصلنا للدار دوزنا ليلة عادية بحال ديما، ولكن هاد المرة بالحلال. الحلال زوين زوين كثر ما تتحس براسك غادي دير شي حاجة خايبة. المهم دابا تزوجنا صافي، خصني نحضي راسي. ايوا اللي واقع لي كيف رجالها الاولين، وعادو هي تطلب فيا باش نديها لدارنا باش يشوفوها والديا. حتى انا باغي نمشي ولكن خايف زعما يتقبلها مني الحاج ملي تزوج بلا خبار. وانا كنت كاتب له في الرساله بلا خاطب وحده مغربيه سميتها هناء، خاصني نزيد شويه ديال الوقت بين ما ندير شويه الفلوس في جيبي. خاصني نشرح لورا بلا دارنا يمكن ما يتقبلوش وحده مسيحيه وبهاد التقاليد اللي عندها. اصلا هي ظريفة وغادي دير داكشي اللي تنقول ليها، ولكن ما نقدرش نبزز عليها شي حاجه. هادشي خصو غير الوقت، شويه بشويه غادي تقاد. دابا وليت مزوج كلشي غادي يتبدل، حتى المعامله ديالها معايا تبدلات. فقت للكوزينه باش نتسحر وهي توقف معايا، مشات معايا وانا تنسخن في داكشي وهي مع النقان هبيله هادي. تسحرنا ودخلنا للبيت، بقات شاده فيا حتى نعست. فقنا الغد ليه دوزت سنيت حتى تفطر، عاد مشينا للمحل. قلت لي بلا ما تبدل حوايجك غادي نخرجو بكري، وهادشي اللي وقع. بالزربه وصلت خالتها، خرجنا تنتركلو بجوج. قالت لي محمد ما غاديش نبقاو في الخدمه كيف الاول، خصنا نعيشو حياتنا شويه ياك. قلت ليها لورا انا باغي نخدم، انا ما غاديش نخلي مراشي تصرف عليا. وهي تبسم قالت لي ودير لي خاطري غير هاد الايام. قلت ليها واخا اللي بغيتي. مشينا لواحد لاصال تقيدنا، مشينا للدار جبنا حوايجنا ورجعنا. دخلنا ليه انا مازال عاقل شويه، خليتها تجري غير فوق الطابي وجالس كندور على كاع الماكينات. مش حال ما ترينينا يلا غادي نقاد شي بروغرام نبقى نمشي عليه. المهم بقات كتجري معايا حتى مشيت لعندها، تنجريو فوق الطابي حدا بعضياتنا وتنعاود ليها هادية وعلى عشراني وشنو مدوز. دابا تنعاود ليها بالتفاصيل. عرقنا ديرها بالساعة خرجنا مشينا للدار دوشنا وخرجنا نتعشاو على برا.
تنقول ليها ما نتيقش بلا تزوج وما عمرني نسالك البلان ديال الخاتم، كانت غير تصيفطيني للحبس. بقات كتضحك قالت لي وصافي دابا ولينا مزوجين خاصك تنسى داكشي. تعشينا كل نهار وحلاوته وكل نهار وفين كنمشيو. ما بقيناش نمشيو بزاف للخدمه، ولكن فاش نمشيو للخدمه كنخدمو ديالها بصح. خالتها ولات هي اللي مقابله داكشي، انا تندوز للبيرمي صافي. السيده ما كتفرقش عليا 24 ساعه على 24. تخيل معايا نبغي ندخل الحمام توقف لي عند الباب، دوي معايا حتى نساري حاشاكم مهربة والله. واش هذا هو الزواج ولا حيت هي خايفه عليا؟ ما عرفتش، ما بقاتش عندي ديك المساحه الخاصه ديالي. واخا هكذاك كان عاجبني الحال، حياتنا زوينه وبلا مشاكل. ضربت معها جوج سيمانات ما وقع لي والو، تراني شريف ومن بلاد الشرفه وسيدي المغاربه وما ادراك ما المغاربه، حال الركبه ما تتشدش فينا العين. واحد الليله عمرها تنسى ليا. تخيل معايا مشينا لاصال على رجلينا تنجريو بزوج، دخلنا ترينينا خوكم بدا يطلع الفورمه، عاوتاني البروتين تما مقعود تخديناه. المهم راجعين للدار هو يوقف علينا واحد خونا حوايجو مقطعين، انا كنت غادي نتصور عليها نخلي ضربو، هو جبد السلاح الفردي تيقول لينا عطيونا داكشي اللي عندكم. عرفتي الصدمه وهي توقف قدامي دارتني وراها، ما بقيت عارف والو، واش نعنقها ولا ندوي مع خونا ولا نغوت. حيدات له الخاتم قال لي عطيني حتى الاخر، عطاتو الخاتم اللي قالت لي عزيز عليا وخلاش ديالي. خونا بغى يحيدو يدو شافني مصمم قال هذا ما غادي يدير والو. وانا نجمعت قشر مو بواحد الشمال، خونا باش طايح كيتيري وهي كتغوت تنقول الضربات انا تخلعت. يا ربي نكون غير انا طايح خونا وانا جندخل لي خوكم يدو مع داك العام ديال التوفير والخدمه، تندخل خونا الفردي طاح تنشوف فيها ما وقع ليها والو، وانا اللي مضروب في كتفي تتغوت على حرج حداها. قلت ليها ما تخلعيش ما وقع لي والو، عرفتي الصاد ختنا شنو دارت على ودي باش ترجعني وراها؟ وفاش سمعت الصوت شنو طاح لي في بالي تعرف باش حسيتي يضرك خاطرك. المهم بنادم بالزربه تجمع البوليس شدو خونا، جاو صحاب الاسعاف تقول لي محمد باش كتحس شنو واقع ليه؟ تنشوف فيها لورا ما واقع ليا والو صافي. قال لي خونا داكشي، قال لي خونا ديال الاسعاف بالله غير الضربه سطحيه ما قاس والو منك، ما عندك مناش تخاف الدونة معاهم. ما تفرقاتش عليا حتى خيطوا ليا، جات خالتها وراجلها وحتى البوليس سولونا شويه ومشاو. خالتها وراجلها وصلونا معاهم عاوناتني بدلت حوايجي تنشوف فيها اجي جلسي حدايا، جات وانا نعنقها. بنت الناس عرفتي شحال تخلعت المره الماجيه واخا ما نعرف شنو يكون واقع بقاي ورايا. قالت لي من بين كاع رجالي الاولين انت حاله خاصه، نقدر نموت وتبقى عايش ولكن توقع عليك انت شي حاجه ما نقدرش. المادام حنينه اخويا مع العيا وداك الدواء نعسنا تما نسيت السهور وهي تفيقني ونطيبها ليا ما نخشي في وجهي. جالسين تنفكروا داكشي وتنضحكوا سبحان مبدل الاحوال. هادشي غير شي ربع شهر كنت في براكه مع ربعه ديال الرجال. الا حزق شي واحد حاشاكم خصنا ضروري نشموها معاه، الدنيا فحال شي بنت كل مره وعندها دماغ، مره تبغيك مره تكويك، تجيني واحد الطاقه من الكواكب تتخليني نبدل حياتي ونطيح على الساطات والتيتيز اللي بعقلك. المهم على غد ليه ما مشينا حتى شي بلاصه، بقينا غير في الدار الافلام والناس والهضره الهضره. اختنا ما كتساليش وانا كثر منها، فالعشيه مشينا للخدمه عيات معايا باش نريح. قلت ليها لا خصني نخدم شويه، المهم خدام وهي تجي عندي هنا. قالت لي على سلامتك تنشوف فيها شكرا اختي، بحال بغات تقول شي حاجه ورجعات لبلاصتها. بقينا بالخدمه داير اللي زياد في ودنيا المزيكا داك الاسطر وربيت عليه الكبده. شويه فطرنا، فطرنا تما عاد خرجنا مشينا بزوج للاثار عاد الدار. واقف قدام الدار تنشوف الفورما تتقاد تاني غير واحد خمس شهور اخرين غادي نرجع كيف كنت. المهم الحياه صاحبي المشكل الوحيد هو السيده ما كتخلينيش ندير شي حاجه في خاطري، ديما معايا وحاضيه معايا بحال شي ولد صغير. وعاد داكشي اللي وقع مع داك الشفار، المهم الرومانسيه والله في رمضان يا ربي تسمح لي، علاش بنادم ما كيتزوجش في رمضان؟ ايوا صافي هادي ولات هي حياتنا. كملنا شهر ديال الزواج السيده ما قادها فرحه، خوكم شريف ما واكلش مع داك النحس كل نهار الخدمه شويه، تنبقاو شي ثلاثه ديال السوايع وتنخرجوا
تركيب فاش خرج رمضان رجعت كيف كنت البلية، وحتى هي كتهر مني بدأتني لشي بلايص ما عمرني حلمت بيهم. عائلتها كبيرة، كبار من عائلتي، عرفتهم كلهم، الناس ضريفين ديالها بصح، الناس تكبر واختنا بحالة تتصغر. فكرتني في ذاك الفيلم ديال بنجامين، واحد النهار قالت لي نمشيو لواحد المطعم نتعشى، قلت ليها واخا. مشينا اسيدي جالسين جا السرباي، قال لينا شنو؟ اختنا طلبات الماكله ديال ثلاثه ديال الناس. تنقول ليها شكون غيجي؟ قلت لي راه جا شهر هذا تنشوف فيها ويلي داكشي اللي في بالي. قلت لي اه غادي يولي عندنا ولد ولا بنت. انا بالفرحه دفعت الطابله، طاح الموالي من يديها، مع انقها بنادم وقفش يصفق حتى من السرباي. كون درتها في المغرب كنت لقاهم عيطوا على البوليس. ما متيقش غادي نولي اب. قالت لي غير تيق راه بصح، دابا خلينا نتعشاو فيها الجوع. الليل كامل وانا حاط راسي عند كرشها، تتقول لي راه مازال ما تيتحركش دابا. تنقول لها وانتي شنو تعرفي؟ هذا راه من سلاله ديال المحاربين والشرفاء، غادي يتحرك باذن الله. قالت لي دابا خصنا نمشيو لداركم لعند عائلتك. بغيت نتلفها تاني ولكن هاد المره ما خلاتنيش نبدل الموضوع. قلت لي واش بغيتي حتى نولد؟ ما غادي يكون عندها حتى معنى. قلت ليها واخا، عرفتي شنو؟ الشهر الجاي نمشيو بجوج، ولكن ديري في بالك بلي غادي نتعطلو، ما نقدرش نرجع للزربه. قلت لي نبقاو تما حتى نولد ولا في تركاع انا كنهضروا صافي. غادي نرجع للبلاد، خليتها تدوي مع المحامي ديالها ومشيت نغسل وجهي. هاد الايام كنحس براسي سخون وتيطيح لي بحال الضباب فوق عيني، يمكن الطونسيون ولا شي لعبه. ما بغيتش نقولها ليها حيت عارفها غدير من المحبه قبه. رجعت لعندها ما خليتهاش تصهر دابا حيتاش حامله. قلت ليها ناسي بدات تتعلم مني بالدارجه، تقدر تجاوب الدار بعدا وتفهمهم. من ناحيه خايف من ديك اللحظه فاش غادي نشوف والديا من بعد هاد العامين والصرف وانا خارج، ومن ناحيه اخرى ما قادرش نصبر عامين وانا تنتسنى النهار اللي غادي نرجع فيه للدار، وها هو قريب ان شاء الله غادي يدوز كيف ما كنت خايله. ما قدرتش ننعس ديك الساعه، راسي عاطيني الحريق. واخا تنشرب الدواء خديتو غير من عند واحد الفارماسي حدانا، ما كرهتش نمشي نحط راسي في الثلاجه ونرجع نعس. صافي حتى قررت غنمشي للطبيب ديالنا، وهادشي اللي درت خليتها في الدار ومشيت لعند خونا. سنيتو شويه ودخلت لعندو، السلام السلام، عطيتو الاعراض اللي عندي. قال لي ما تخافش غيكون غير الارهاق ولكن نديرو التحاليل. قلت لي انت اللي تعرف، كتب لي شي دوايات خديتهم وراجع الدار خبيتهم تحت السرير، تشوفهم غتمرضني. بقينا غير في الدار داك النهار جالسين قدام التلفازه، ولقص التليفون في يدي تندوي مع الدراري اللي كنت معاهم الاولين والثانيين. قلت لهم بلا قريب غادي نرجع للمغرب، راكم معروضين للعرس غير ما تنساوش وتهضوا. المهم نهار داز طاير، الغدا قالت لي بلا خاصها تمشي عند طبيب، وهذا الطبيب هو اللي مشيت عنده. خشو غير يفرشني معاها، قلت ليها خلي لي الطوموبيل نمشي نقضي واحد الغرار ونرجع. قلت لي واخا ديني معاك. قلت لها غير تاهي غادي نمشي بالزربه ونرجع. خرجت مشيت لعند خونا باش نوصي، قال لي ريح. قلت له لا زربه عندي ما يدار ولا ورا باغا اجي لعندك. قال لي محمد ريح شي حاجه مهمه. عرفت النتائج خرجوا، سديت الباب. قلت لي شنو؟ جبد لي دوك التحاليل علقهم في واحد الطابلو. قال لي ما بقى ما يتخبى، عندك السرطان من الدرجه الثالثه. قلت لي كيفاش؟ قال لي جيت شوف وراه ليا. قلت لي واش تضحك؟ انا قدامك كيف العود وانت كتقول لي هادشي؟ قال لي اسمعني راه بعض الاعراض دهجة عندك بحال السخانه، بقى كيفتي عليا، شك فيه مطلعها عليا. قلت لي كاين شي دواء؟ قال لي لا بدا راه داكشي تيتطور دابا، كاين العلاج الجراحي تحيد الورم في دقه، وكاين الكيميائي هي الادويه. غتكون ديجا شفتي ناس يتعالجوا بهاد الثانيه حتى يكونوا عندها اعراض جانبيه. صافي ما بقيت قادر نوقف على رجليا تنشوف فيه. قلت ليه علاش انا بالضبط؟ قال لي الاسباب على حساب واش كاتكمي. قلت ليه اه. قال لي ها واحد من اول الاسباب، تيتحل الباب تتبان ليا لاورا، دخلات تتشوف في الطابلو بحال فاهمه شنو واقع، هو تيشوف فيا. الطبيب قال لي محمد انا لا عيطت ليها، كنت غادي نشنق عليه، هو يقول لي راه هادشي ما كيتخباش وهي اللي خاصها توقف معاك. تنشوف فيها تتبكي، قالت لي يا قلت ليك بعاد مني. قلت لخونا تقدر تخلينا؟ قال لي واخا. خرج قلت ليها ما تنحملش نشوف دموعك، صافي راه هادشي ماشي بسببك، انا اللي كنت مسخوط لوالدي، دعويهم خرجوا فيا دابا. قلت لي محمد
ما غادي يوقع ليك والو. دابا عندنا ولد وانت غادي تبقى معايا على ودو. تتعيط على الطبيب دخلت تسول فيه، تيقول ليها بلا العلاج في هاد المرحله 50% يقدر ينجح و 50% على حساب الجسم ديالي. بقيتي خربق تما. خونا فحال قال لينا تقدر تضيع الوقت اللي باقي لك في الدوائر وتضيعوا فلوسكم على شي حاجه ما متاكدينش منها. تنشوف فيها واحد دقيقه دار ليا كلشي في دماغي، سيناريو ديال حياتي كامل ما نقدرش نخليها تخسر فلوس، وانا ما نقدرش ما نعيش. وعاد هي حامله، قلت للطبيب من بعد ونرجعوا لعندك. شديتها من يدها وخرجنا. جارها ما عارفه شنو تقول غير تتبكي. طلعنا في الطوموبيل تقول لي علاش كنتي باغي تخبي عليا، خاصك دير العمليه ولا العلاج الكيماوي ولا بالاشعه. بقيت ساكت حتى وصلنا للدار اول مره نوضوها. تقول لي لا خاصك تعالج. تنقول لها لا ما غاديش نضيع داكشي اللي بقى لي في حياتي وانا مريض ومضوخيني الادويه والعمليه ما نديرهاش. راه شفتيها قداش نقدر نفقد شي حاجه من الحواس ولا نقدر نموت اصلا. وزيدون باغي نشوف العائله ديالي وباغي نشوف ولدنا ولا بنتنا، ما بغيتش نموت. نوضنا هادي راه بصح حتى جاوا البوليس. شي واحد في الجيران جاي يتشكى، قالت ليهم بلا ما وقع والو. عاد بردنا شويه قالت لي واخا نمشيو للمغرب تشوف عائلتك ولكن نرجعوا بالزربه باش نشوفوا شي طريقه مناسبه باش تعالج. الا ماشي على ودك او غير على قبلي وعلى قبل ولدك ولا بنتك، حيت الا وقعت لك شي حاجه عرفني غادي نتبعك. تنشوف فيها اختنا هبيله ديالها بصح ديرها وتقد بيها. قلت ليها واخا صافي نمشي لدارنا وعندي شي حاجه نديرها في المغرب وفاش نرجعوا ندير العمليه ولا العلاج، ولكن بشرط توعديني لو وقعت لي شي حاجه ما ديري والو. هذا اللي في كرشك حسبيه ولا حسبيها هو انا. قررنا غادي ننزلوا المغرب هاد اليومين. تخيلت راسي نموت بزاف الحوايج وعلى يد بزاف ديال الناس، ولكن نموت على ودي خاليه داخله الضمير هادي جامي طاحت على بالي. تنكمل لكم الاستوار ان شاء الله. بيس.